إن إيجاد طريقك داخل المراكز الضخمة تكاد تكون صعبة أو نوعاً ما معقدة، وذلك لتعذر وصول إشارة نظام تحديد المواقع، مما أدى إلى صعوبة في إيجاد المنتج أو المتجر أو المكان المطلوب. فكم زائر لا يقوم بشراء المنتج الذي يرغب به لعدم معرفة مكانه؟ هل من السهل أن يجد الزائر طريقه لموقف السيارات؟ كيف يلتقي الزوار بأصدقائهم أو أولادهم في تلك المراكز الضخمة؟ لقد أصبح بإمكان أصحاب تلك المراكز حل كل هذه المشاكل باستخدام التكنولوجيا المتطورة وتسهيل عملية الشراء لزوارهم. نظام الملاحة الذكي هو نظام الملاحة الداخلي لحل هذه المشاكل لأصحاب مراكز التسوق والمتاجر والمراكز الضخمة مثل المعارض والمطارات والمتاحف والمستشفيات. فهو يوفر تقنية الملاحة بالإرشاد الصوتي ليساعد المستخدمين على الوصول إلى الأماكن المطلوبة بسهولة في الأماكن المغلقة، كما يساعد أصحاب المراكز لفهم احتياجات زوارهم من خلال تقارير تحليلية لبيانات المستخدمين، وذلك عبر خرائط ملونة تشير إلى الأماكن الساخنة داخل المبنى. النظام الذكي للملاحة داخل المبنى تم ابتكاره وتصميمه في دولة الإمارات العربية المتحدة، متوفراً في متجري جوجل وأبل.